بنرحب بالفنان الجميل اللي منورنا النهارده في بوابه اخبار اليوم، الفنان حسن النرداد. ازيك يا حسن؟ الحمد لله، اهلا بيك. بنبارك لك على تجربه نظريه عمتي، وعايزينك بقى تكلمنا ان انت قدمت 5 شخصيات مختلفه في الفيلم. كلمنا عن تجربتك معاه. فيلم نظريه عمتي هو تاليف الاستاذ عمر طاهر، اخراج الاستاذ اكرم فريد، انتاج شركه نيو سنشري. طبعا حوريه فرغلي ومدام لبلبه وحسن حسني وتاتيانا وناس كامل. هو الفيلم بالنسبة لي يعني حاجة مختلفة، ان بعمل فيلم لايت رومانس وفي شخصيات كوميدية. كانت تجربة بالنسبة لي تجربة مختلفة وتجربة مهمة، كنت بدور على حاجة زي كده ان انا اعملها، لغاية لما كلمتني الشركة وبعتت لي الفيلم ده. تحمست جدا اول ما قريته وشفت ان في ريسك موجود، بس ريسك انا حبيته، حبيت ان انا يعني اخوض التجربه اللي فيها المغامره دي، على الرغم من ان في ناس في الوسط الفني حذروني من ان انا ممكن اعمل التجربه دي عشان كوميدي وبتاع وكده، وناس متعوده عليك في حاجه معينه. انا ما بحبش النمطيه، ما بحبش ان انا ممكن اعمل حاجه وانجح فيها فافضل اعمل نوعيه الادوار دي. بحب ان الواحد على قد ما يقدر يتلون ويغير طالما يقدر هو يعمل انواع مختلفه. تواجد متميز خلال عيد الفطر بعملين، الفيلم الاول اني كان نظريه عمتي والتاني قلب الاسد. انا هبتدي معاكي بنظريه عمتي، عايز اعرف ايه اللي جذبك في شخصيه ساره وقلتي خلاص انا هعمل الشخصيه دي؟ اللي جذبني ان هو كوميدي، وانا عمري ما عملت كوميدي قبل كده، فبالنسبه لي كان امتحان ليا هل ينفع انا اعمل كوميدي ولا لا. طبعا لقيت استاذ عمر طاهر كاتب، اكرم فريد مخرج، معايا مدام لبلبه، استاذ حسن حسني، حسن رداد، فالكومبينيشن كله كان مشجع جدا، والحمد لله ان هو طلع بالمنظر ده. النقاد دايما بيقولوا ان الفنان لما يجسد اكتر من شخصيه في عمل واحد ده بيبقى اختبار ليه واختبار كمان لقدراته الفنيه، انت تعليقك ايه على الكلام ده؟ هو بصراحه طبعا يعني انت بتعملي 4 شخصيات الاربعه ما لهمش علاقه ببعض خالص، ولازم تبقي مختلفه شكلا وموضوعا، فلو نجحتي ان انت توصلي لده يبقى انت فن يعني يبقى انت ممثله كويسه. فطبعا انا اجري طبعا اللي بيقولوا كده صح. أرهقك العمل كتير علشان انت بتجسدي اكتر من شخصيه في عمل واحد؟ كان صعب جدا، ما كانش سهل، قعد وقت طويل. طبعا بتطلعي من شخصيه تدخلي في شخصيه، فهو مرهق طبعا جسديا ونفسيا بس الحمد لله. ضايقك فتره حظر التجوال اللي اثرت على ايرادات الفيلم؟ بصي انا بقول دايما الحمد لله على كل حاجه، طبعا ما كنتش اتمنى ان يحصل الموضوع ده وان الفيلم ياخد حقه، بس الحمد لله هو ناجح جدا في دول الخليج ومكسر يعني الدنيا وعامل فلوس حلوه قوي، وانا يعني بتمنى ان شاء الله ان الاوضاع تتحسن، وهو اصلا كده كده هيفضل في السينمات لغايه العيد الكبير، فيا رب ان شاء الله الناس ينجح هنا كمان زي ما نجح بره. بارك لك على فيلم نظريه عمتي، وعايزينك بقى تكلمينا عن دور العمه الجميل في الفيلم اللي انت قدمتيه النهارده. الدور العمه هي العمه اللي اتجوزت جوازات كتير والجوازات دي ما عمرتش، فكونت العمه اللي هي اسمها ماجده يعني نظريات مختلفه عن تديها للمتعسرين في الحب. هو ده دوري في الفيلم، هو فيلم كوميدي دمه خفيف، كوميدي خفيف يعني مش كوميدي اللي هو قوي، والناس محتاجة اللون ده من الأفلام، وزي ما حضرتك عارفة إن الموضة بتاعت الفيلم الكوميدي يعني السينما موضات، لكن مودة الفيلم الكوميدي عمرها ما بتنتهي من السينما العربية. انت عايزينك بقى تحكي لنا تجربتك مع الفيلم. اولا ميرسي، تجربتي مع الفيلم كانت جميلة جدا، وانا مبسوطة اني شاركت بعمل زي ده، وكل القائمين على العمل كانوا هايلين، من شركة نيو سنشري لأحمد بدوي، الأكرم فريد، الحورية، الحسن الرداد، اللبلبة، الحسن حسني، كل الناس. التجربة دي بالنسبة لي كان فيها حاجتين مميزتين جدا. أول ميزة ليها إن هي على عودة إن أنا برجع تاني أشتغل في نيو سنشري اللي هي الشركة المحتضنة يعني، واللي أنا بجلها وبحترمها جدا جدا وبقدرها جدا. والحاجة الثانية إن أنا بشتغل مع مجموعة
جديدة أنا كنت حابب أشتغل معها، يعني حرية وحسن الرداد ومجموعة من الفنانين الفنيين بقى اللي هم المتميزين جدا زي أحمد بدوي المنتج الفني، زي سامر الجمال مهندس ديكور، مجموعة كبيرة جدا. أنا انبسطت في الشغل معاها جدا جدا يعني. وطبعا على رأسهم بقى عمر طاهر السيناريست اللي احنا كان فيه ما بيننا كذا مشروع، والمشاريع دي قعدت تتأجل لغاية لما اتقابلنا في نظريتها.